فاش تنجم تعمل تيست نتاع العسل الحر والا لا. باهي تاخذ حك عسل بيان سير اللي هي من الثانية، فهمت سلعتنا نحنا مضمونة كيما تشوفوا. صلي على النبي، الزيت هاو كان مجمد متبلور، تاخو شوي تحطها في صحن، تخش برشا شوي برا، تحط عليها شوية ماء، تبقى تدور. العسل الحر ما يذوبش، ما يتملصش من بعضه، يبقى شاد بعضه، أما في الآخر تنوريكم الحاجة اللي هي يزيد عليها على العسل العادي. العسل ما تملصش من بعضه، ديما قاعد شاد روحه. باش نوريكم حاجة أخرى توا اللي مش تشوفوها توا، توا تفرج توا العسل تشوفها عبارة الشهدة متاع نحل هكا مربعات مربعات، ها معرفش التصويرة ظاهرة ولا لا. كل ما تدور كل ما يعطيك الفورما صحيحة تعطيها لك. هاكا ديجا قاعد هو شاد روحو، شوف التصويرة متاع العسل، هاكا ديجا عبارة عبارة الشهد هاكا. توا كي تشوف الماء نتاعو تشوف هاي التصويرة، تشوف كاش الفرن نتاعو تلقاه ديما الشهد روحو. صح عليكم.